مساء الخير دكتور خلف. اهلا، كيف حالك؟ الله يرضى عليك. اهلا وسهلا. احنا كنا نحكي قبل فتره ما نصور انه عن قصه الطالب اللي ترك كليه الحسين وتوجه يدرس طب. ليش 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 درست طب يا سيدي؟ انا بالفعل تخرجت من كليه الحسين ودرست الطب في بغداد سنه 1968. وفي قصه عليها انه قبل ما اروح ادرس الطب أنا كنت دائما بحب الرياضيات. فكان معدل بتوجيهي علامة كاملة. فكنت أنا حاط مخي بدي أدرس هندسة. فرحمة الوالد الله يرحمه قال لي بدك تدرس طب. طبعا أنا أول تلميذ أو طالب طب يخرج من القرية أو من العشيرة يتوجه إلى بغداد للدراسة. طبعا الحياة كانت حياة مختلفة كليا. وتشوف كيف إحنا رحنا على بغداد. رحنا على محل الأمانة اللي بنص البلد، كان في باصات كوستر صغيرة طلعنا فيها، روحنا على بغداد ما يقارب 1200 إلى 1300 كيلو. وبعدين كنا نيجي كل فترة نص السنة زيارة على الأردن. ما كان أيامها في تليفونات ولا خلويات ولا تواصل، بصعوبة تشوف أهلك مرة إلى مرتين بالسنة. طبعا في كان صعوبة بالغة في الدراسة في العراق. النظام عندهم نظام إنجليزي، والمناهج والكتب كلها من أيام الاستعمار الإنجليزي للعراق. فواجهتنا مشكلة في دراسة وتحليل المحاضرات اللي كنا نأخذها يوميا، خاصة في الفيرست بارت اللي هم الأناتومي فيسيولوجي الباثولوجي. سنوات التأسيسية. سنوات التأسيسية. والنكتة بهذا الأمر إن كنا إحنا نكتب من وراء الأستاذ المحاضرة كاملة، ونروح على البيت نقعد 3-4 ساعات نترجم ونلخص اللي كتبناه في المحاضرة. يعني حقيقة كانت معاناة دراسة يعني بشدة. بعدين ما حدا كان يعلمك، يعني أنت طلعت زي ما قلنا توجيهي صغير، إنجليزياتك يعني خلنا نحكي وسط، ما عندك يعني فيجن واسع على العلم، ما في حدا بعيلتك أو بهيك الوقت، يعني في أطباء كل المنطقة اللي كنت فيها يجوز ما كان في طبيب يعني. فعانينا معاناة شديدة. طبعا خلصت الطب في 6 سنوات من العراق بتقدير جيد، كان ترتيبي الثالث، ورجعت من العراق إلى عمان. طبعا في هذاك الوقت كان وزارة الصحة بحاجة إلى أطباء، والخدمات الطبية بحاجة إلى أطباء. وأيام ما رجعت أنا تخرجت سنة 73، كانت المدينة بجوز إلها 6 شهور أو سنة زمان يعني بلش الشغل فيها. فأجيت أنا وزارة الصحة بدهياني أتعين في وزارة الصحة، والجيش بحاجة إلى أطباء، فاخترت أني أروح إلى الجيش. طبعا تعينت برتبة ملازم أول، وخدمت 6 شهور امتياز في مستشفى الرئيسي أو مستشفى عمان العسكري اللي كان في ماركة، وهو كان المستشفى الرئيسي للقوات المسلحة. بعدين خلصت 6 شهور الامتياز في المدينة، وبعد الامتياز ودونا على الميدان. كنا أي طبيب بيروح على الميدان سنة، وكانت هاي يعني تجربة كتير جميلة إنه إحنا نلف على الوحدات الخارجية في الوحدات الطبية. وتقدمنا لامتحان الإقامة، وكان أنا الشانس كثير كويس إني أنا بعد سنة من الميدان أخذوني مقيم جراحة. طبعا أنهيت 4 سنوات إقامة الجراحة. والخدمات الحلو فيها إنه كان في برنامج، أنت عارف حالك وين رايح، تنجح في ال4 سنوات الإقامة بتروح على بريطانيا تحصل على فارسي إس، بعدين تيجي تقعد مثلا سنة سنتين تروح إلى دورة تخصص فرعي، ترجع بعدين تروح إلى تخصص. تقريبا هاي المرحلة الأولى من قصة حياتي مع الطب. وفي الجراحة العامة يعني أنت كنا نحكي، وأنت من الرواد في الأردن ومن الخبرات اللي على مستوى المنطقة في جراحة وقتها كانت هي جديدة بجوز في العالم كله، والدكتور خلف يعني كان من البايونيرز الرواد في جراحة المنظار. يا سيدي حقيقة أنا إذا سمحت بدي أحكي قبل جراحة المنظار. هلأ أنا جراحة عامة، رحت على بريطانيا حصلت على أفرسيس تقريبا خلال سنة ونص، رجعت إلى الخدمات اشتغلت جراحة عامة. والجراحة العامة في
في تقريبا سنة 81 كانت تعمل كل شيء، جراحة عامة وجهاز هضمي ويعني جزء ما عدا القلب والشرايين والفروع الأخرى، حتى جراحة الصدر كنا نعملها. الجراحة العامة كان يعمل كل شيء. بال84 رحت على بريطانيا، تخصصت في تخصص فرعي اسمه جراحة وتنظير الجهاز الهضمي. فأنا أول جراح رجعت الخدمات عملت تنظير وجراحة الجهاز الهضمي، ودربت الأطباء كلهم اللي اشتغلوا معي، لأن التنظير عبارة عن بروسيجر. صح. والتنظير الجهاز الهضمي كان أيامه عدد قليل، بجوز لا يتجاوز عدد الأصابع 3-4 اللي كان يعملوا من زملائنا الباطني جهاز هضمي. جراحة المنظار، وأنت معروف من الناس اللي رواد صراحة، بعد خبرتك في بريطانيا وفي الخدمات وطلعت في دربت في أفضل المراكز، رجعت للأردن وكنت من الرواد في جراحة المنظار. فأحكي لنا عن بدايات جراحة المنظار في الأردن، اللي هي بجوز تواكب بدايات جراحة المنظار في العالم كمان. صحيح يا سيدي، هي تقدر تحكي إنه مصادف. أنا ما كنت أعرف إنه في جراحة منظار. أنا اشتغلت في أدنبرا في الويسترن جنرال هوسبيتال من سنة 84 لسنة 1985، بيت جوب. وأنت تعرف بيت جوب في بريطانيا تشتغل شغل مرتب، وكنت كنت أشتغل كريجسترار مع 3 كونسلتنت في كل أنواع الجراحة الجهاز الهضمي، وكان في لوج بوك كنت أسجل الحالات اللي أنا بشتغلها وساعد فيها، وكان عندنا ميتينج كل أسبوع للكونسلتنت من الجراحة والجهاز الهضمي والأشعة لمناقشة الحالات. هل الجراح اللي اشتغلت معه اسمه جون ساندرز، من أحد الجراحين. أنا اشتغلت مع 6 جراحين بس في واحد منهم اسمه جون ساندرز. في سنة 1990 دعيت جون ساندرز إلى مؤتمر للجراحة في عمان، وقتها أنا كنت بالخدمات برتبة عقيد سنة 1990. فلما إجا لقيته في المطار ورجاني شريط فيديو، قال لي في something for you very important. قلت شو هو؟ قال لي في جراحة جديدة اسمها جراحة المنظار، هو عامل حالتين وفي العالم فقال لي تعال عندي. بالصدفة انه انا كان لي دورة اوريدي بدي اروح، انا الدورة اللي هي تيرشري ميديسين اللي هي بعد السب سبيشاليتي. فروحت على بريطانيا عملني ريجستريشن كونسلتنت سيرجن ورحت اشتغلت معه. احنا بلشنا في جراحة المنظار، وبعدين رجعت على الاردن. كنت ايامها انا في مستشفى الملك علياء رئيس قسم الجراحة، عملنا يونت كأول وحدة جراحة منظار في الشرق الأوسط مش في الأردن. لما بلشنا العمليات دربنا أطباء الجيش، دربت أطباء الجامعة الأردنية، ودربنا أطباء القطاع الخاص، ودربنا أطباء من كافة الدول العربية. بعديها بسنتين روحت على مانهاتن في أمريكا في رحت نيويورك، تعلمت جراحة جديدة اللي هي جراحة الفتق وجراحة الأمعاء بالمنظار. أيضا تعلمت من واحد فرنسي اسمه جيرارد جراحة قرحة الاثني عشر في المنظار. وهنا نقطة مهمة جدا أحب أذكرها، لأنها بالفعل أنا قدمت أول ورقة علمية عالميا لمعالجة قرحة الاثني عشر بالمنظار عن طريق الصدر سنة 1994 في أوسلو في مؤتمر الجهاز الهضمي ل 82 مريض عملت لهم عمليات عن طريق الصدر. يعني أنا كنت باستمرار أتواصل وأروح مؤتمرات في مختلف أنحاء أوروبا، يعني بجوز أنا عندي أكثر من 42 شهادة خبرة من دول العالم، كل دول العالم الأوروبا، في ألمانيا، في بريطانيا، في فرنسا، بسويسرا، بالنمسا، في أمريكا، في كل محل. وكوني كنت أنا أول جراح، طبعا جراحة السمنة تطورت والطب تطور، وإحنا الحمد لله الآن يعني إحنا دربنا جيل كامل من الأطباء على هاي الجراحة. يعني دكتور خلف، اللي بنسمع منك إنه الطبيب بتعلم وبيعلم الزملاء، وأنا بدي أحكي قصة شخصية بجوز لإلي. يعني والدي الدكتور حسن ملكاوي زميلك في ملك عليا بدايات جراحة المنظار. صح. وقبل المقابلة ذكر لي قصة إنه يعود الفضل إليك إنك أنت
وقفت معه وساعدته في إجراء عملية منظار بتخصص ثاني وتخصص صح نسائية. صح. فهي مش بس بتعلم التخصصك. صح. بس فأحكي لنا عن هذه، يعني كيف دور الطبيب إنه يعلم زملائه، كيف يعلم الأجيال الأخرى، يعني هذا لأي مرحلة أنت بتتعب حالك توصل لمرحلة إنك أنت بتعلم تخصصك وتخصصات ثانية وتساعدهم؟ جراحة المنظار في أحد أطباء المدينة حكى معي لما بلش جراحة المنظار، قال لي دكتور خلف أنت أول جراح بتطور الجراحة العام من أكثر من 25 سنة. حقيقة جراحة المنظار كانت ثورة في عالم الجراحة، وثورة الأردن واكبها في نفس الفترة واكبها طلعت يعني. وأنا في قصة يعني صارت معي مع الملك حسين الله يرحمه داكيه. طيب. انا تشرفت بلقائه، قال لي يا ابني احكي لي شو عمليه جراحه المنظار. قلت يا سيدي هي نعمل ثقوب صغيره، العسكري بيرجع لوحده فت لانك انت ما اثرت على عضلات البطن، الام ترجع لبيتها، العامل بيرجع لعمله، بنوفر على المرضى بدل ما يقعد 4-5 ايام بينام ليله واحده بيروح، بنوفر السرير. هلا دكتور خلف احنا لما نحكي جراح ومسيره طويله دائما واحد اكيد في شعور بالناحيه العائليه. نعم. فاحكي لنا عن الناحية العائلية هذه، ايش كان دور الجراحة ومسيرتك هذه وعلاقتك مع العائلة؟ والله انا اشوف العائلة مهمة جدا، يعني انا ام زيد يعني كانت سند كبير لي، هي طبعا مثقفة متعلمة خريجة البيولوجي من الجامعة الأردنية ودرست في القوات المسلحة، كانت برتبة نقيب، واول تضحية اني انا لما رحت على بريطانيا إن هي قدمت استقالتها. قلت طب ليش تقدم استقالتها؟ قلت لا أنا بدي أتفرغ إلك وأتفرغ لبناتي. أنا كان وقتها معي نانسي وتمارا، طبعا زيد بعدين اللي هو رقم 3. فهي تركت وظيفتها في سبيل الحفاظ على العائلة والحفاظ على 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 دراستي. دكتور خلف شكرا لك للحكي يعني القريب للقلب، واللي يعني ان شاء الله يعطينا رساله للجميع عن عن خبراتنا الاردنيه احنا. صحيح. في كافه المجالات، ولكن التاريخ والهيريتج الاردني في مجال الطب اللي يحط الاردن على يعني خارطه الطب في العالم، واللي احنا اجيالنا احنا اللي بدنا نكمل مسيرتكم. فشكرا لك ومسيك بالخير. شكرا وبارك الله فيك، وان شاء الله نلتقي دائما على الخير ان شاء الله. يا اهلا. شكرا جزيلا.